إذا كنتم أخوة فتقاسموا. لست أختك. وما أدراك، ربما أشقاء. هل تعلمين من هو أبوك أم من هي أمك؟ هل أبوك من النوع الشيرازي أم أمك من النوع السيامي؟ وعلى ما يبدو لي فأنت لا تمتين إلى هذه السلالات العريقة بسهولة. ما هذا الذكاء؟ من العدل، من العدل أن نتقاسمها مناصفة. لا يا شاطر، لا أريد أن نتقاتل. إذا كان ولا بد من القتال، أجل فسأضربك حتى أقتلك. أو تقتلينني من أجلها؟ نعم، إنها تستحق ذلك. أنت أنانية كصاحب الشقة. أي شقة؟ التي كنت أعيش فيها. كان يطعمني ويعتني بي، وعندما كنت أخرج يستنشق الهواء كان يضربني ويحبسني في الحمام. لأنك ضعيف وجبان، لو كنت مكانك لافترسته. ما كنت أسمح له بأن يحرمني حريتي. أعطني حريتي، أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. آه من قيدك أدمى معصامي. أكره الشقق والأبواب المغلقة والجدران الإسمنتية. أنا أنت أنا أنت أنا شيزوفرينيا مفرط. أنا كنت أعيش مع سيدة تسكن في فيلا مطلة على منظر جميل.
ولم تركتها؟ من أجل حريتي، علما بأنني كنت مدللة أكل طعاما صحيا خاليا من الكيماويات، طعاما ليس معلما أو مفرزلا، من الشجر إلى الحجر. لو كنت مكانك ما تركت هذه السيدة. وكانت أيضا تحببني بشامبو طبيعي الأعشاب. لجمالك قطتي استخدمي شامبو الأعشاب الطبيعي كاتكاتين. كاتكاتين معه التقصيف تودعي كاتكاتين. وكانت أيضا تعطرني بالمسك وتنشف شعري بالسشوار وتقلم أظافري. وكانت تسرد لي كل ليلة حكاية النوم. يلا تنام يلا تنام وضح لك طير الحانة، روح يا حمام لا تهدئ بضحك عقد قتلة نام. ولما تركتها؟ صحيح زي ما بيقولوا القطط أكالين نكارين. الأصل غلاب، ثم أن حريتي عندي أغلى من كل شيء. أصابني القرف. حياتي كانت سهلة وناعمة، روتين ممل، كانت تخلو من المغامرات والقفز على الجدران واستجداء الطعام من بين البشر، أو حتى من اللحظات الرهيبة. أولي، شو هي اللحظات الرهيبة؟ كانت تتعرض لحادث السيارة وتنجو منه بسهولة. مقتل فتاة على الطريق أثناء ذهابها إلى المدرسة. عائلة بأكملها تقتل على الطريق الصحراوي إثر حادث مروري. آلاف الأطفال يقتلون في كل عام. كما أتمنى لو كنت أعيش كما كنت تعيشين. يا شيخ، الحياة مع هذه السيدة مملة. معقولة؟ حتى التلفزيون. يب، شو بالتلفزيون؟ كانت تشاهد برامج عن الطيور والحيوانات. غربت إشة، شو مقرفة. علما بأن كان لديها ستالات وفيها 150 محطة وجميعها محطات مثيرة. يا علقان. قلت شو؟ خايفة على أخلاقي. ضربت إشة متخلفة. والإنترنت. لا تقولي لي كانت تحرمك تبعتي إيميل. ممنوع ممنوع ممنوع. ممنوع الخروج من المنزل. ممنوع التحدث مع قط غريب. أوف، تخلصت منها. الله يرحمها. ماتت؟ ماتت والمساس بيدا والبكر تنعى عليها. ماتت والمساس بيدا والبكر تنعى عليها. يا بنتي وحد الله. لا اله الا الله. بعد أن رحلت عنها اشتقت لأن أنام في سريري، فذهبت إلى الفيلا فوجدتها مغلقة، فقفزت من النافذة ودخلت إلى الصالة فوجدت صورتها موشحة بشريط أسود. ومين اللي بيعيش في الفيلا دلوقتي؟ ما كان الدب ابنها وزوجته البرميل وطفليهما التوأم. إنهما يكرهون القطط ويحبون الكلاب. لديهما كلب غليظ يباحه كزعير الأسد. دول على كده ورثهم ثروة كبيرة. لم يرثا شيء سوى البيلا. شخصية غريبة وبخيلة على الفقراء والمحتاجين والجوعانين. أريد النصف فقط. النصف فقط. سأجعلك مثل هوا أكلك. توقفوا يا همج. ها
حاضر يا حضرية. أتتقاتلان من أجل قطعة اللحم؟ وهل هناك شيء أهم نتقاتل من أجله؟ يريد النصف ولا يحق له ذلك. بل يحق لي. لا لدي حل يرضي جميع الأطراف. تصفح أولا. اجلسا ثانيا. نعم. لن أقبل بأقل من الثلثين. لن أقبل بأقل من النصف. لن تأخذ النصف. يس. ولن تأخذي أنت أيضا النصف الآخر. بس. واي. لك ثلث ولك ثلث ولي ثلث وهذه هي العدالة. بس إيش شو حتى البس أسلحك أنا على لقمة العيش؟ هاوي تيل من الصبح ما طلعش فيهم بإشي. شو قصة العالم؟ بطل سم الهارج. حاوي يا مليان صيد مرتبة. هذا الرجل وامثاله لا يتركون لنا شيء حتى الزبالة يسرقونها. الجوع كان